ترأس معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها 32 والمنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وخلال الكلمة التي ألقاها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في الاجتماع، أكد على ما تتخذه مملكة البحرين من نهج تنموي شامل في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرا معالي في هذا الصدد إلى التزام مملكة البحرين بتحقيق أهداف العمل العربي المشترك والدفع بمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة نحو مستويات أشمل بما يعود بالخير والنماء على الجميع. كما لفت معاليه إلى أن مملكة البحرين تعتز بالتعاون الوثيق والمثمر مع جامعة الدول العربية، مؤكدا حرص المملكة على تعزيز العمل العربي المشترك بما يصب في تحقيق الرخاء والتنمية لشعوب المنطقة العربية ويلبي تطلعاتهم، معبرا معاليه عن فخر بما حققته الجهود العربية المشتركة في إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتعزيز دورها المحوري والهام على الخريطة الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى أهمية تخطيط وتنفيذ وإنجاز عدد من المشاريع المشتركة في مجال البنية التحتية والنقل والطاقة للوصول بالمنظومة الاقتصادية العربية إلى أفضل التكتلات الاقتصادية التي تضيف إلى الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. كذلك أعرب معالي الوزير عن ترحيب مملكة البحرين بقرار مجلس جامعة الدول العربية باستئناف مشاركة الجمهورية العربية السورية الشقيقة في اجتماعات جامعة الدول العربية، والذي يأتي تماشيا مع المصلحة العربية المشتركة ووحدة المصير.